معكم وفاء من مجوهرات باتين. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا. واليوم اقترحت عليكم اول مره كنقترح عليكم اليون سوليتير برد مارياج على هذا الشكل. هذا كنتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. في حجيرات ديان سيرتيي على هذا الشكل. هذا بلاتي نوريكم الشكل هكا، نوريه لكم عن قرب كيفاش كيجي في الاليونس سوليتير ديالو. بالنسبه لهاد النونه فيها حجيرات بيان سيرتيي على حساب ورده، وهكا كاينين حجيرات هنا مدفونين وغزالين. كيجي لاباك خطيره جدا. هذا هو اللور ديالو، والطبع ديال الديوانه باين مزيان. هذا هو المغياج اللي اقترحت عليكم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم على هذا الشكل. هذا يبان لكم الشكل ديالو مزيان. ودابا غادي نشوفوا كيفاش كيجي ملبوس. بالنسبه للبسه ديالو كيجي على هذا الشكل. هذا كنتمنى يكون واضح بالنسبه لكم وينال الاعجاب ديالكم. ومرحبا بكم، اللي بغى اي حاجه يصيفط ليا ميساج في الواتساب ديالي 0923 62 52 86. الا ما دخلتش لكم النمره في الواتساب اتصلوا بيا، نفس النمره هي اللي كنجاوب عليها، وديك الساعات نشرح لكم لي ديتاي اي حاجه بغيتو. وبالنسبه حتى للقياس كنصوبو لك القياس على حسابك، ما كاين حتى مشكل. وبالصحه والراحه، وكنتمنى لارتيكل اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وبصحتكم وراحتكم.